بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وبعد. أيها الإخوة المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، وكما جرت سننه ونسقه نفي إلى بعض آيات القرآن الكريم، فنعرج عليها حديثا مفرقا ما بين سياحة إيمانية وذكر معرفية وغير ذلك من تاريخ وآداب العرب الذي يمكن أن يتعلق به ولو شيء يسير بالآية الكريمة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الآيات الثلاث تتحدث عن آيتين عظيمتين من آيات الله، هما الشمس والقمر. والحديث عن الشمس والقمر حديث ذو شجون يمكن أن نجمله فيما يلي: الشمس آية مبصرة، والقمر آية ممحوة. قال الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل أي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. جاء ذكر الشمس في القرآن وجاء ذكر الشمس في السنة. فمن ذكر الشمس في القرآن أن الخليل إبراهيم عليه السلام لما حاج قومه احتج عليهم بأن الشمس تأفل، كما احتج عليهم قبل ذلك بأفول القمر ومن قبل ذلك بأفول الكواكب. وإبراهيم عليه السلام رزق حظا عظيما من الرشد والعقل. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فلما دعا عبدة الأصنام لجأ إلى أن واجههم مواجهة تجعلهم يفيقون من رقدتهم، ولهذا عمد إلى الأصنام فحطمها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. لكنه عليه السلام لما أراد أن يحاور عبدة الكواكب وهم أنضجوا عقلا وإن كانوا جميعا يشتركون في الكفر، لجأ إلى أسلوب المحاورة وإقامة الحجة. قال الله جل وعلا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والمقصود هنا ذكر الشمس في نبأ الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما أن الشمس جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صاحبه أبا ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي فتسجد تحت العرش، ونحن لا نعلم كيفية سجودها، لكننا نؤمن أن الشمس على جرمها العظيم تسجد تحت العرش لرب العالمين جل جلاله، ثم تستأذن ربها فيأذن لها، حتى إذا دنت القيامة استأذنت ربها فلا يأذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتطلع على الناس من المغرب، عندها تكون الآية الكبرى، ولا يقبل الله جل وعلا حينها إيمان أي أحد. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد علق باب التوبة أن يفتح يبقى مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله جل وعلا حينها توبة تائب، لأن في هذا من الأمارة والبرهان والعلامة ما يقيم الحجة ما يقيم المحجة ويقطع الحجة لكل أحد. هذا ما يتعلق بالشمس. وقد كسفت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق كسوفها أن مات ابن للنبي عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم، والنبي عليه السلام أهدي له جاريتان كانت إحداهما آتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، والأخرى تسراها وهي ماريا، فأنجبت له إبراهيم. فلما علمت الأنصار حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بماريا أخذوا الغلام، أخذوا إبراهيم فجعلوه مسترضعا عندهم، فكان مسترضعا في عوالي المدينة في بيت أنصاري يقال له بيت أبي سيف القين. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي عوالي المدينة ينظر في ابنه ويتفقده ويشمه ويقبله، وأحيانا يكون معه بعض أصحابه.
وقد مضت العادة له أن يتقدمه أنس بن مالك خادمه، فكان أنس يأتي إلى أبي سيف، وأبو سيف يعمل حدادا ينفخ في الكير، فإذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على بيت أبي سيف تقدمه أنس فقال: يا أبا سيف أقصر أقصر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقصر أبو سيف بمعنى أنه يكف عن العمل الذي هو فيه، فيأتي عليه الصلاة والسلام فيرى ابنه فيشمه ويقبله، حتى مات إبراهيم بعد 18 شهرا من ولادته. لما مات وافق يوم وفاته أن كسفت الشمس، فبعضهم ظن أن الشمس كسفت من أجل موت إبراهيم، وهو عليه الصلاة والسلام لما رأى الشمس قد كسفت خرج يجر رداءه، ونودي في الناس الصلاة جامعة، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين طويلتين، في كل ركعة ركوعان، أطال فيهما جدا، أطال القيام وأطال الركوع. ثم إنه عليه السلام خطب الناس، وكان مما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم مثل ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والله جل وعلا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا ما يتعلق بالشمس من حيث الإجمال. كذلكم القمر آية ممحوة كما بينا، والله جل وعلا ذكره في نبأ إبراهيم كما تحرر آنفا، وذكره في مواطن عدة، والعرب تقول إن أول أيام القمر أو أول ليالي القمر يسمى محاق، فإذا اكتمل عرف بأنه بدر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النعمة العظيمة وهي منة الله على المؤمنين بأن يروا وجه ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر. والقمر يضرب به المثل في الجمال، يضرب به المثل في الجمال. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خرجت في ليلة أضحيان، أي ليلة القمر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر. وهذا ارتباط وثيق ما بين أن العرب في سياق كلامها وغيرهن من الأمم وغيرها من الأمم يربط ما بين جمال القمر وما بين الجمال البشري. يقول عمرو بن معدي كرب: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، نزلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدة، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدة، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زند، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. الشاهد من هذه الأبيات والمقطوعة هو قوله: وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، فيضرب به المثل في القمر. والشمس والقمر يقال لهما تغليبا القمران، يقال لهما تغليبا القمران. والعرب إذا ثنت في كلامها إنما تجمع الشيئين المتلازمين اللذين إذا ذكر أحدهما استدعي الآخر، ثم تذكر سببا في التغليب، فيقال في آدم وحواء الأبوان، لأن الذكر أفضل من الأنثى من حيث العموم. ويقال في الشمس والقمر القمران لأن الشمس لفظ مفرد لفظ مذكر والشمس لفظ مؤنث. قال أبو الطيب المتنبي: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. في رثاء لإحدى قريبات أبي سيف الدولة الحمداني ممدوح أبي طيب المتنبي. المقصود يقال لهما القمران كما يقال في حق الحسن والحسين الحسنان، ويقال في مكة والمدينة المكتان. أخبر الله جل وعلا أنه سخر الشمس والقمر لعباده. قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومع هذا كله، كما أن الله كتب على الشمس والقمر
ذهابا جزئيا أو كليا عارضا في الدنيا، فإن الله جل وعلا كتب عليهما أن يفنيا، فليس في الجنة شمس ولا قمر. وقد قال ربنا إذا الشمس كورت، وقال ربنا كلا إذا خسف القمر، كلا إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. ومن علامات الساعة ودنوها أنه يتغير العالم العلوي كما يتغير العالم السفلي، فمن دلائل وأمارات ومظاهر التغير العالم العلوي أن الشمس تكور وأن النجوم تنكدر وأن القمر يخسف كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، وهذا إيذان بما سيكون. ثم إنه تكون شمس أخرى على الناس يوم العرض الأكبر، فقد جاء في الحديث وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ولهذا جاء في الحديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لوجود الشمس آنذاك. لكن الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها لا شمس ولا قمر فيها، فيشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى بكرة وعشية، فكيف يعرف البكور والعشي؟ قال بعض أهل العلم بإرخاء الستور في الجنة، وقال بعض أهل العلم بنور يأتي من قبل العرش، والعلم عند الله أي ذلك أصوب، لكن المقطوع به أنه لا شمس ولا قمر في جنات النعيم. يبقى علاقة الناس بالشمس والقمر في الحياة الدنيا، نلحظ من طرائق القرآن أن النهار والشمس عموما تضرب به المنافع الدنيوية، والقمر والليل عموما تضرب به المنافع الأخروية. الله جل وعلا يقول ووعدنا موسى 30 ليلة، وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة جمع هلال، وهذا متعلق بالقمر لأن الهلال اسم من أسماء القمر، فما يتعلق بالصيام والفطر والحج ومنافع الناس الدينية الصرفة المحضة هذا يتعلق بالليالي، يتعلق بالقمر ويتعلق بمنازله، ولهذا قال جل ذكره وتباركت أسماؤه والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. أما الشمس فيتعلق بها المنافع الدنيوية من بذر الزروع وغيرها مما فيه حياة الناس، لكن لا يتعلق به شيء من العبادات. وهاتان الآيتان العظيمتان منذ أن كان الناس أولعوا بهما، وقد كان قوم سبأ يعبدون الشمس من دون الله، فأنكر عليهم الهدهد ذلك. قال الهدهد يخبر سليمان كما أخبر الله جل وعلا في كتابه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فالشمس لعظيم جرمها وعظيم منافعها تعلق بها أقوام عبر التاريخ فجعلوها معبودا من دون الله تبارك وتعالى، في حين أن هذا لم يكثر في القمر، وإنما كثر بعض عبادة الكواكب، ربما اندرج القمر في هذا شيئا في ذلك شيئا يسيرا. في الشعر العربي في الأدب العربي في تراثنا الذي حفظ جاء ذكر الشمس والقمر متفرقا، وقد بينا أن القمر ارتبط بمسألة الجمال، فيكثر في ألفاظ الشعراء ذكر أن الممدوح يشبه بالقمر، وقد ورد كذلك تشبيه بعض الممدوحين بالشمس كقول القائل شمس تظللني من الشمس، يريد أن يبين عن جمال من تعلق بها، وهذا فيه وصف بديع كما هو ظاهر. الذي يعنينا هنا أن هاتين الآيتين العظيمتين دلالة على أن هناك رب لا رب غيره ولا إله سواه. عندما يعتري النقص للأشياء يخبرنا ذلك بعظمة خالق الأرض والسماء، فالشمس على عظيم جرمها تكسف، والقمر على بديع جماله يخسف، وأما الوجه الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير فهو وجه الله العلي الأعلى تبارك اسمه وجل ثناؤه. يرى العبد النقص في الأشياء حوله فيعرف كمال ربه جل جلاله. ومن هنا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه، وقد عبر الصحابة عن جمال وجهه بأن البراء بن عازب لما قيل له أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، كأن مثل القمر. وأحد الصحابة قال كأن الشمس تجري في وجهه. والربيع بنت معوذ لما قيل لها يا أماه صفي لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني أرأيت الشمس كان كالشمس طالعة. ومع ذلك قلنا إن الشمس تكسف والقمر يخسف، وكذلك النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه شج رأسه يوم أحد وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه
ودخلت حدائد المغفر في وجنتيه، وعلي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما يقومان بمعالجته، ويرى الصحابة ذلك ونقرأه نحن ونتلوه على الناس حتى يعلم كل أحد أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. وفي آية أخرى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن هنا نفقه أن كثيرا من الآيات لو تأملناها حقا، بل كل الآيات، لدلتنا على عظمة ربنا جل جلاله، تباركت أسماؤه وجل ثناؤه. نبقى في الشمس والقمر في حياة الناس العامة أو في حياة المؤرخين والأدباء. مصطفى كامل زعيم مصري شهير، لما رثاه شوقي قال: المشرقان عليك ينتحبان، قاصيهما في مأتم وداني. وجاء لفظ المشرقين في القرآن كما جاء لفظ المغربين، قال الله جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين. وإذا تأملت أسلوب القرآن في ذكر المشارق والمغارب وجدته في الذروة من البلاغة والفصاحة. فالله جل وعلا لما ذكر توحيده وإجلاله وإفراده بالعبادة قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فالحظ أفرد المشرق وأفرد المغرب، لأنه بعد ذلك ذكر توحيده وإفراده بالعبادة، قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لما خاطب جل وعلا الثقلين الجن والإنس ثنى، فلما ثنى في مخاطبة الجن والإنس ثنى في ذكر المشرقين والمغربين، قال الله جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. والمخاطب بالآية الجن والإنس على السواء. لما ذكر الله جل وعلا اختلاف قريش في نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وتفرقهم في أمر نبوته، هذا يزعم أنه كاهن وهذا يزعم أنه ساحر وهذا يدعي أنه شاعر، كل رماه بشيء، قال الله جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ففرق جل وعلا وجاء بها على صيغة الجمع ليناسب الحديث عن المشارق والمغارب الحديث عن اختلاف كلمة قريش، وإن كان ذلك كله مندرج في الكفر، حول نبوة ورسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يبين لك أي ذروة من الفصاحة كان فيها القرآن حتى في حديثه عن الشمس وعن القمر. هناك آية، سورة في القرآن اسمها سورة الشمس، وهناك سورة في القرآن اسمها سورة القمر، وهذا يدل على التلازم ما بين الشمس والقمر. قال الله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقال ربنا: اقتربت الساعة وانشق القمر. فأما انشقاق القمر فكان أمارة وآية لصدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه، إن أشار إلى القمر فانفلق فلقتين، وكل ذلك بإذن ربه تبارك وتعالى ومولاه، وتأييدا له صلى الله عليه وسلم في رسالته ودعواه. قال ربنا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأما الشمس فقد أقسم الله جل وعلا بها قسما عظيما، قال ربنا: والشمس وضحاها. وكما أقسم ربنا بالشمس أقسم بالقمر، قال الله جل وعلا في المدثر: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. فنلحظ أن الله أقسم بهاتين الآيتين العظيمتين، أقسم بالشمس وأقسم بالقمر. وهناك سورة في القرآن هي سورة الشمس، وهناك سورة في القرآن هي سورة القمر. فهاتان الآيتان العظيمتان من دلائل قدرة ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من هنا يفقه المؤمن أن الآيات يجب أن تدل على رب البريات جل جلاله، وهذا منزل منيف ومعقل شريف لا يفقهه كل أحد. يقولون إن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف، وكان فيه شيء من الجبروت، نزل الطائف
ومعه عمر بن عبد العزيز ابن عمه، لأن سليمان ابن عبد الملك ابن مروان وعمر ابن عبد العزيز ابن مروان. فلما أظلتهم سحابة واشتد رعدها كأن سليمان على جبروته فزع، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته فكيف إذن بصوت عذابه؟ يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته فكيف إذن بصوت عذابه؟ والشاهد منه والسبب في إرادي هذا أن نلحظ كيف أن عمر بن عبد العزيز جعل من تلك الظاهرة التي تسير وتكون بقدر الله سببا في أن يدل أمير المؤمنين على عظمة الله جل جلاله وعلى عظيم قدرته تبارك وتعالى. وبهذا يخوف عباد الله، قال الله جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الشمس والقمر، بحضور الشمس يكون النهار وبغيابها يكون الليل. ومن أجمل الدعاء حينها أن يقال: اللهم هذا إقبال إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. ذكر الله جل وعلا الشمس في نبأ ذي القرنين، قال ربنا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. ليس معنى ذلك أن الشمس تغرب في عين حمية، لكن منتهى ما وصل إليه ذو القرنين أنه كان يرى الشمس، وصل أخذ طريقا نحو المغرب حتى انتهى به الأمر إلى عين حمئة، فكان يرى الشمس تغيب وراءها، أي باعتبار ما وصل إليه، كمن ينظر إلى الشمس وهو على الشاطئ فيراها تغيب في البحر، أو من يكون في البريات فيراها تغيب في البر، أو من يكون في منطقة جبلية فيراها تغيب وراء الجبل، كل بحسب الموطن الذي هو فيه. وذكر الله جل وعلا كيف أن ذا القرنين أتى مطلع الشمس وجد عندها قوما لم نجعل لهم من دونها سترا، أي أن الله جل وعلا جعلهم قوما غير متمدنين فلا يعرفون شيئا يكنهم أو يواريهم عن الشمس. وهذا يدل على أن الله يقلب الليل والنهار، وعلى أن الأمم ورعاياها في انتشارهم في الأرض تختلف دنوهم من الحضارة وبعدهم عنها، وهذا كله يمضي بقدر ربنا تبارك وتعالى. والمقصود أن الشمس كان لها ذكر أكبر مع الملوك، مع ذي القرنين، مع بلقيس وقومها، في حين أن القمر ارتبط كآية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وارتبط بأنه مضرب للجمال أكثر من الشمس، وإن كانت الشمس أحيانا ينظر إليها مثل هذه النظرة. من طرائف ما يقوله الأدباء في قضية القمر قول القائل: تزوجتها قبل المحاق بليلة فكان محاقا كله ذلك الشهر، عجوز ترجى أن تكون فتية وقد لحب الجبان وحده دب الظهر، تبيع إلى العطار سلعة بيتها وليصلح العطار ما أفسد الدهر. فالشاهد من قوله تزوجتها قبل المحاق بليلة، أي في أوائل الشهر في دنوه قبل أن يكون بدرا ذا إضاءة وبهاء. القمر قال الله جل وعلا عنه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد، أي أضحى، كالعرجون القديم، وهذا ظاهر في أمر الهلال. لكن الله جل وعلا أخبر أن هذا التسخير والتسيير إنما هو بقدر منه، فلا الشمس ولا القمر يملكان من أمرهما شيئا. قال ربنا بعدها: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل، أي من الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب، في فلك يسبحون، أي مذعنين خاضعين خاشعين لربهم تبارك وتعالى. لم يرد ذكر للقمر بعد أفول الحياة الدنيا، وورد ذكر للشمس أنها تدنو من الناس وأنه يلجمهم العرق فيكونون أحوج ما يكونون إلى الظل. وأهل العلم يقولون إن الموتى يحشرون عراه، قد دلت على ذلك الأحاديث، فإذا خرجوا عراء كانوا أحوج ما يكونون إلى الكسوة، ويخرجون عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء، ويخرجون تلجمهم الشمس أحوج ما يكونون إلى الظل. والموفق من كسي وسقي
وأظله الله جل وعلا تحت وأظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فمن نال هذه الثلاث فاز وساد، على أن السنة دلت أن أول من يكسى من الخلائق خليل الله جل وعلا إبراهيم. والسقيا إنما ترد كل أمة على حوض نبيها، وترد هذه الأمة على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. وأما ظل العرش فإن ظل العرش عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والرجال والنساء في هذا الأمر سواء، والرجال والنساء في هذا الأمر سواء، لأن الله جل وعلا يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الشمس إذا ارتفعت في رابعة النهار يسمى هذا ضحى، ولهذا قال الله: والضحى والليل إذا سجى. وقد تعلقت كثير من العبادات بفترة ارتفاع الشمس قبل أن تتوسط كبد السماء وقبل أن تزول، فلا ضاحي إنما تذبح إذا ارتفعت الشمس بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. وصلاة الضحى وأقلها ركعتان، بعض أهل العلم يرى أن أكثرها ثمان، وهذا يحتاج إلى دليل ظاهر لكنه قول معروف، تكون إذا ارتفعت الشمس ضحى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، والفصال صغار الجمال، وهي تكون أشد تأثرا بالحرارة من أمهاتها، فترمض مبكرا قبل كبارها، فلهذا علق الأمر بها. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة العيدين إنما تكون بعد ارتفاع الشمس. فعلق الله جل وعلا كثيرا من العبادات وقت الضحى. ولما كان لموسى شأن مع فرعون وأراد أن يجتمع الناس، اختار هذا الوقت لبركته وليعلو، ولعل ذلك يكون سببا في نصر الله جل وعلا له. قال الله جل وعلا عنه: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أما القمر فإنه يتعلق به آية الليل، ويكون في آخر والليل في آخره أشرف منه في أوله. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك، ثم ذكر له بعض جوامع الخير. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فعلق هذا الثواب بصلاة الرجل في جوف الليل، في جوف الليل الآخر، وهو وقت التنزل الإلهي. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل ينزل ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وهذا من فضله تبارك وتعالى ورحمته بخلقه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه كلمات متناثرات يسر الله إرادها وإعدادها حول آيتين عظيمتين من آيات الله، هما الشمس والقمر، ذكرهما الله جل وعلا في كتابه وقال مثنيا على ذاته العلية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.